كان أدائك عالي جدا. وانت ما وافقتنا لا لا اليوم ولا ولا كل يوم. ولكن ما عندك ما شوف 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 انا ما اتكلم. انت لا وافقتنا دقيقه. شوف انا ما اتكلم. شوف والله والله ثم والله ثم والله ثم والله خلاص دحين بيطلعونا فاصل الشباب. لا لا خلاص خلاص اخر مره اخر مره اخر مره اخر مره خلاص. شوف انا يعني اعطيتك وجه واجب. خلاص خلاص اخر مره خلاص شباب اخر مره خلاص. والله خلاص سميت الاشوف انا هالمره. صالح المكسر جاء ولا لا؟ صالح المكسر وش 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 عندك؟ اكيد ما راح يجي. لا انا كلامي ما راح يجي ما راح يجي كلامي يجيبه. تعرف ليش ما يجي؟ لانه هو فعلا مكسر. هو مكسر فعلا ليش يجي؟ طيب هو مكسر بالله جاي يجي يتكسر زياده ليش؟ عطني اشوف يا مكسر. حلو. صفقوا لي صفقني صفقني كلامي جابه صفقني صفق صفق حلو. ايه ايه انا عارف شلون اجيبك يا صالح المكسر. حلو عارف شلون اجيبك يا بطل. ايه قول عني بطل بطل. ايه طيب استاذ مشعل سم يا اخي معكم مال النقد يا رجال. انا طالبكم تسمون الفقره تطلعون منها دورونكم ثوب ما هو ثوبكم. ثوب ما هو ثوبنا يا رجال. مقاس عليكم الثوب وسيع انتم دقاق. طيب خلوا منكم النقد لكم يا ثوب. انت من اليوم تعادي بالقريه لان ما عندك ريالتي تدور على الفروه تحسبها ريالتي. دقيقه دقيقه في عندنا مقطع. مالك دخل انت ما بنت تتعلم ريالتي. ريالتي حقي لي انا. ما انا سالت ما سالتك وش ريالتي حقي. ما سالتك انا. انت لقيت فروتك ولا الحين؟ لا بشرك ما لقيتها باقي ادورها. طيب خلي نشوف المقطع. الله يزين نظرنا ونظرك يا رجال. طيب اصبر خلي نشوف المقطع. يلا عطري الله اني يا رجل. نبي نشوف المقطع. كنترول بالله جهز المقطع. صالح جاهز؟ المظلوم هو السبب. تدري ليش؟ ليش؟ بعتهم بيع ارخص من بيع السوق ريالين واحد حاضر واحد دين. ولد ولد الله يرحم شيبانك بق فيهم شوي بكره مقطع الريالتي بيقولون كذا. احمد ولا خلص خلاص يا رجال بقلهم شوي باقي معك مقطع الريالتي. انا مخبي اشياء ما اقولها. لا عاد خلاص شوف الى هنا خلاص خلاص. اذا انت مظلوم النسخه هذه كلها مظلوم هو السبب انت. تدري ليش؟ ليش؟ بعتهم بيع ارخص من بيع السوق ريالين واحد حاضر واحد دين. ولد ولد الله يرحمك. معك عبد العزيز الاسلمي يا صالح المكسر. واتمنى ما حد يكون معك في الكفش الرول لو سمحت. طيب يا بندر العلي. لا 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 يا عيال يا عيال لا 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 نفتح لا لو سمحتوا. لا لا يا عيال لا لا برا الكفش الرول لا نفتحهم لا نفتحهم يا مدير لا نفتح يا بندر بندر. لا والله خلنا احمد جميل يا عمر بندر العلي احنا ما احنا ضعيفين لهم. تراك برايم تراك برايم احمد العلي. ها احمد العلي بندر العلي. اي ولد اسمع انت ويا انا ارى ان هذا التسيب كويس لأن ما مو جالسين يخلوني تتكلم انت يا الوهمي فهمت. فزيدوا الجرعات يا شباب عشان ما يتكلم هذا. طيب صالح المكسر جاهز؟ صالح جاهز معنا؟ تفضل يا صالح. يا بندر 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 والله اجيك لك في شروم انا وجه الله. انا ارجع لك متسابق الحين. خلاص اصبر اصبر يا عيال. صالح المكسر شفت مقطع الفيديو صح؟ خلاص حفظت اسمي من كثر ما تقول صالح المكسر. ها شفنا صح صالح مكسر صالح مكسر صالح خلاص ما انا خلاص انثبر انثبر انثبر. معك عبد العزيز الاسلمي. لو سمحت اقعد معي وتكلم زين. لا انثبر. تقول انثبر الرجال ما هي تقول الرجال انثبر. تكلم زين ما هو انت اللي تقول انثبر. ما قال لي شايب ينثبر تقول لي انت انثبر. لا 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 تعال زياده لا تعال زياده لا تعال زياده. احنا اساتذتك هنا تتعلم مننا. اساتذتي في المدارس ولا حرف في المدارس ما هو هنا في فقره نقص ولا حرف في فقره نقص. معك عبد العزيز الاسلمي. ماك عبد بيرد عليك حتى هو نايم. شوف انا داري والله ما وراكم فوق يا النكات. ضيعان كلكم بالطرف واحد ضيعان. انت مسوي فيها يا المكسر. اصبر اصبر انت لا تتكلم انت لا تتكلم لا تتكلم انت اسكت انت اسكت والله امسك شوش شوش بيطلعون خيط امسك شعره اصبر امسك ثوبه. انت يا صالح المكسر قصدك عصا انت يا صالح المكسر تسمعني انت زين عقالك عشان تسمعني انت زين اسمعني خلي عقالي. انت مسوي فيها يا حبه الهيل انت اللي في الرز. اي حبه الهيل طال عمرك اللي في الرز ولا تجي لي فينا. الكوفيه اللي لابسها ذي تقول كانك كيكه لوتس لوتس لوتس. اسمع خفيف دم الله اسمع اقول اسمع ليه موزنه اسمع ايوه ترى بتجيك ايش عندكم يا نقاش المقدم. اسمع انت اسمع اسمع انا اقول لك الحين ايوه خلاص تفضل عبد العزيز انا والله داري يا اخواني شوف اتركوا المساحه لنا احنا خلاص يا ولد خلاص خلاص اسمع عبد العزيز الاسلمي. ايه بعدين
ايه ايه اسمع عبد العزيز الاسلمي ولا حرب. يلا بسم الله. يلا يلا عبد العزيز تفضل. عبد العزيز يلا بسم الله. بسم الله فيدولي صوته لا يتكلم يسمعنا بس لا يتكلم لا يتكلم ما بيتكلم يسمع عبد العزيز الاسلمي تفضل اخوي عبد العزيز. عصب عصب عليه عطى عطى نظرات حاده عشان يعرف يعني عرفت إيه الكشره هذه ابيها حلو 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 يعني ما ادري شو الواحد المتسابق الطبيعي المجتهد اول ما يصحى من النوم يطلع البث يبدا يسوي قهوه يصنع له قصه يمشي يتمشى ها مني منك سولف مع خويه سوي حركه مع هذا عطى مع هذا لا احنا عندنا متسابقين هنا لا لا مره 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 مره, مرة لا صالح مكسر من يوم دخل البث وصالح مكسر ما غير يركض ويركض هو يركض نزل 5 كيلو بالخمس ساعات هذه كل ساعة كيلو كل ساعة كيلو ليه؟ ليه يا فارغ؟ ليه؟ ايه بلك ظل يقول كذا اسكت 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 لين يخلص ليه؟ وبنسمع ردك لابسني لابسني قبوع لونه بني وشماغ اصفر كنا اصبر عبد العزيز سلامك حبيبي اصبر اخوي عبد العزيز دقيقة خليني دقيقة 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 كنا كمون اصبر لا المهم لا بس يعني اني كاركتر يعني اني انا العايش واقعيتي وتسدح لي بهالبلاط وتسدح لي هذه مو واقعيه هذه هذه قله حياه والله مو واقعيه هذه اخوي وش احنا علمناكم على كذا يا اخي انبحت اصواتنا لنا ايام وشهور بهذا يا اخي 77 يوم 77 يوم يا ادمي ما سويت ما تعلمت كيف تصنع قصه ما تعلمت كيف تطلع بلبث بشكل يليق بالمشاهد ما تعلمت كيف تسنع لبسك وتسنع شكلك وش اللبس هذا وش يا اخي وتهاجم بعد لا بالسكيم وانت دقيقه وتهاجم بعد ليش تهاجم احمد الملا ضعيف المسكين ليه ليه تهاجم احمد ليه تهاجم احمد الملا جاك ويقول انا وانت فيك وانت انا مظلوم لا 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 ما مره وش يا اخو والله العظيم انبحت اصواتنا احنا نتكلم لنا 77 يوم كل يوم عن يوم نتكلم احنا 76 اليوم بكره 77 نتكلم ونتعب ونقول ونفعل ونعمل لين ما النهايه ومتفقين بنوبه شوف شوف هذه نهايات هذه نهايه هذه نهايه كسر انا قاعد اتكلم من صالحك يا اخي لان ما عندك شيء لانك فارغ انا اصلا انا غلطان انا غلطان يوم اسولف معك انا لان انت شخص فارغ وانت شخص ما تستاهل نصيحه يا رجال انتم النقطه حقتكم انا بفهمها ما فهمتها ما فهمتها طيب ابشر ابشر انتم وش تبون توصلون اصبر 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 هذا عذرك هذا عذرك يا صالح صالح سؤال في قبول في شوي بنديك 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 بالهوشه صالح انت ما فهمت السؤال يا ولد واحد يا حبيبي أنا أسألك أنا أسألك الآن أنا أسألك فهمت السؤال ولا لا ما في سؤال أصلا طيب ما في سؤال بنعيد السؤال وانسى اللي طاف كله جاهزين شباب نعيد مرة عطر لا لا تعيد فيها مشكلة متى المشكلة مع لا 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 الكلام اللي قبل كله فبنعيده مرة ثانية بعد الآن طيب أنت بعدين تشوف التصميم أخوي إيه عزوز اسمع بعدين يلا جد الحين هذا وقت صالح وقت المشكلة معك صالح يا ولد أنت نفداك اسمي صالح انكسر خلاص خلوا اسمي يا مسلمين طيب يا خربان مو صالح أنت خربان أصلا غير خربان شيء فعلا فعلا صحيح انك مكسر صحيح طيب انا مكسر ولا يا مسلمين انا صالح مكسر صح ترى ما كسر طموحنا وطموح اخوياي وطموح النسخه اللي نقاد فاشلين مثلكم حتى محور على بعض ما تعرفون تركبون اعرفوا كيف توكل الكتف يا نقاد الفلس ايه صفق 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 الدليل صفق انا اعطيك الدليل اخوي صالح الدليل انك تروح تملي على المتسابقين في الكوفي شروم وتوقف معاهم تملي عليهم الكلام لا تدخل بيننا بين بعض ليه تدخل ليه تدخل معهم ليه ليه تكلمهم حنا اخويا على قلب ما يا اخويا كوفي شروم شوف 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 شلون جالسين اي عززولك صفقوله صفقوله يا فارغين صفقوله ما عندكم شيء هذا اللي تقول اخويا انتم مثل صحن المكسرات واحد الفستق واحد اللوز واحد كاجو اي بالله وانت اللي يفتحون الفستق ويطلع ايه في الكلام ده
زين عقالك يا مسلم الله ينظر في حالك. زين عقالك عشان نتقبل كلامك. زين عقالك وشخصيتك عشان تطلع على الشاشة بشكل جميل. أقول يا رجال العقال يضحك وحنا نضحك والجمهور يضحك والشاشة تضحك والهضر دي عليك. تبي ليش؟ تبي ليش يضحك؟ لأنه يضحك عليك. عليك يضحك على أشكالك. يضحك على اللي معك. هذا الحين عدنت. أنا مخليه يضحك لأني ما أقدر أبتسم. أعطوهم يعني شوف. افتح الجوال في كاميرا. في كاميرا. اسمع وجهك كيف. لأن ابتسامتي. اسمع. اسمع يا المكسر أنت. لأن ابتسامتي يعني ما هي بسهلة. فأنا خليت عقالي يضحك على خيبتك وخيبة هالمتسابقين. صح يا رجال. ضيعت وقتي معاك. صالح. صالح. انت من المتسابقين. انا بقول لك كلام صراحه. هذه امانه. هذه امانه يا صالح. بوصل لك هذه الرساله. من كنت من المتسابقين الصدق اللي يملون الشاشه في حضورهم وفي تفاعلهم وفي ادائهم في القريه من الصبح. من الصبح لا من الصبح. كمل مالي. اوكي كمل. من الظهر وانت صاحي تسوي قهوه وتقوم تشارك بالعصريات والفقرات والريالتي. اترك النامز بعد شوي تشوفه. طيب. بعد شوي. طيب. زين. طيب. انت كنت من الاشخاص المحببين لهذه الفقره. كنت دائما تدعم هذه الفقره يا صالح. وش اللي غيرك؟ هل في بعض الافكار غيرت عليك من المتسابقين يملون عليك يا صالح فصرت انت تملي عليهم عند الكوفي شروم؟ ما هكذا تورد الابل يا صالح. جعل الابل تهبتك. جعل الابل تهبتك. انت تعرف البل انت. انت رد الدجاج مسرح. والله اني عرفت البل يوم شفت هالشوشه. اي والله والله يوم شفت شوشتك اني عرفت البل. اي بالله لا ما هكذا تورد الابل. خدت لي كلمه وجيت نيبه تعلق نيبه بكل شيء. انا واخوي من دونك وحنا صف واحد وحنا على قلب واحد. انا انا اقول اي والله ذا العيب عادي. اي والله ذا العيب. اقول يعني اذا تسمح لي اخوي مشعل انا اقول صالح من الناس الحقيقه يعني المميزين. زين عقالك يزن كلامك. اسلم. فايد صوته. قاعد اسمع صوته. شش ولا حر. علما بان من الاشخاص المميزين حقيقه حينما اتى اليوم عند الساعه 5:13 وادى مهامه الجميله والرياليتي العالي صالح ينقصه يعني شيء بس انه مش ينجرف وراء افكار المتسابقين. ولا لو انه يعني يمشي بفكره وتفاصيله واموره لكان كان افضل. ولكن يعني ممكن يعني يعني مثل بندر العلي. شفت تشكل بندر العلي؟ بندر العلي يعني بندر العلي رايح جاي حق مويه حق طفايه حريق وطفايه الحريق جالس لي يحسب تاريخ انتهاء واكسباير ما ادري ايش يقلدون يحسبه بطاطس يقلدون في النسخ السابقه كيف جو عنده. شوف 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 شلون يقلدون. ترضى بالتقليد لانك مقلد يا صالح. لانك مقلد وتتبع التقليد اصلا. بس كم بس هذا يا 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 نقاد. لن تكونوا صالح مكسر ولن تكونوا احمد الملا. ايوه فعلا 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 لن نكون ولا نبي نكون ولن صالح مكسر واحمد الملا. منهم هذول هذول متسابقين للنسيان. انا يعني حقيقه اليوم ضيعت وقتنا. انت في عندك محاور ثانيه؟ والله شوف يعني باقي عندنا يا طويل العمر هذا خلصنا منه وهذا خلصنا منه وهذا خلصنا منه هذا خلصنا منه. قولوا له باي باي. صح يلا باي باي. تبي تقول تافه خلاص عطى المحور اللي طيب تافه. منو تافه؟ لو سمحت ما يقصد ما يتجرى ما يتجرى. انا قلت لك قبل لا تخطي علي. انا وجهت لك الكلام يا تافه يا وهمي. اسمع معلم تسبقين هيك. اسمع علمتك. انا وجهت لك كلام والله قسما عظما اذا ما تتعدل علمتك. سمعت الكلام اللي قلته قبل شوي ولا عيده؟ اذا عنده شيء بروح السكران ما عليك. اخي ما صحيح ما عليه. المره هذه مسحب وجه صالح اللي جالس في شر مكسر. طيب عزيزي المشاهد عزيز المشاهد في معنى باقي عزيزنا عزيز. لا عاد يتكلم من زين وجهه يوم انه يتكلم. لا عاد يتكلم ولا عاد ما علي. زميلنا هذا لازم نسمع. تسمع نبي نسمع. تسمع تفضل اخوي. تسمع انت ولا حرف يا ولد ولا حرف. نبي نسمع عبد العزيز. تفضل عبد العزيز. سكت لك يا تافه
طيب اسلم اسلم. ايه ترى الحين افصل عليكم اثنينكم. شوف اذا ما يحترم نفسه ولا ترى. شوف ليه تشك بنفسك؟ انا قلت تافه. قلت منو تافه منو؟ قلت عبد الملك. منو تافه؟ انا اسالك منو تافه؟ انت وش كالك تافه؟ تافه تافه. خلاص تفضل تكلم. قولها طيب من اول اني تافه وخلاص عشان اسكت. اي هو يسكت. اي منو تافه منو؟ وش كان محوركم؟ يلا تفضل. وش كان محوركم؟ وش المحور؟ انا بنخص بقره. بس بتخصم بقى ايه نختم؟ تبي تختم؟ ايه بختم. اول شيء عب اوجه كلمه للمتابعين انكم كلكم ما عندكم سالفه. تبي تحدد هالفره هذه اللي معانا على الشاشه ولا غيرها؟ لا الفره بالله هذا شيء لعنه. خلي ولي خلي ولي زيت بدوخ كذا. خلي ولي شيل شيل عنه شيل عنه. ايه ايه شيل عنه يا اخو شيل عنه. ايوه المهم ايش فيك حاب اوجه كلمه؟ تعبتوني مركز مساجد ما لا واحد يحسب هذا الاخك بالجوال انت وياه ما انت اخي كبير الاخك انت انت وياه انت يما لا الاخ خالي تلخش دوقك بخلص علينا اختم انا اقول للاسف بختم ما بختم الشرع 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 مش عليكم الشرع على اللي انا مضيع وقتي وجالس معاكم لا مقدم زي الناس مسوي لي فيها ما ادري منه ووجه يسد النفس ما في الا حلاك اللي جبته من الاسر المنتج الله يبيض وجيههم ولا ادائك زفت مش انا التافه انت التافه اقول يا خساره الوقت اللي ضيعته معاكم انا اقول ختم تختم لك طعل بالخط شوف انا بكلمكم رساله انتم اثنينكم هذه اخر مره انا مقدم الفقره وانا اقود الفقره اي حركه منكم تسوونها اي سياره اي سياره أقول الفقرة أو شيء أوش دقيقة أو شيء المرسيدس بنز صح نسينا آخر محور.